طب اكتر عمل اخذ منك مجهود عشان ترسمي الشخصيه من الخارج، شعرها ولبسها والميك اب كان ايه؟ بص، كان فيلم مخلوق اسمه المرأة، كان مسلسل مخلوق اسمه المرأة، كان مسلسل بيبقى يعني طبعا في كاركترات مختلفة وشخصيات مختلفة، فلا شك انت غششتني. صح، لا لا صح فعلا، يعني ده لان كل مرة كان لازم ابقى بلوك جديد، مرة صعيدية، مرة فلاحة، مرة مودرن عصرية، مرة يعني واحدة مروشة ما اعرفش يعني. انا فاكر كان في باروكة صفرة طويلة كده كيرلي، كيرلي فظيع قوي، برافو عليك. لا يعني فعلا خد مني وقت كبير. في فيلم كمان اسمه ليل وخونة عن اللص والكلاب، ده برضو اللوك بتاعه خد مني يعني وقت شوية لحد ما وصلنا أنا والمخرج أشرف فهمي الله يرحمه للوك معين يعني برضو.